لعبت مصر باعتراف دولي وإقليمي الدور الأبرز في التوصل لتهدئة ووقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة. فخلال 11 يوماً من التصعيد بين الطرفين، نشطت الوفود المصرية بين غزة وتل أبيب، وكثفت القاهرة اتصالاتها مع الأفرقاء الإقليميين والدوليين لتنجح في النهاية في وضع حد لجولة التوتر. هذه الوساطة المصرية التي أكدت مرة جديدة دورها الفاعل في المنطقة وأعادتها بقوة إلى الواجهة الإقليمية والدولية، جعلت الصوت المعتدل يطغى ويتقدم على ما عداه. فكيف نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار؟ وماذا يعني تقدم دورها في المنطقة؟ نناقش هذا الدور المصري الليلة مع ضيوفنا من واشنطن المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط دينيس روس، من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون العربية هاني خلاف، من حيفا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون، ومن غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة الدكتور مخيمر أبو سعدة. أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار الليلة الذي أبدأ من القاهرة مع سعادة السفير هاني خلاف. أستاذ هاني، منذ اللحظة الأولى لم توفر مصر جهداً لإرساء التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة، ونجحت في ذلك. هل كانت المهمة صعبة؟ طبعاً لا يستطيع المرء إلا أن يعترف بصعوبة هذه المهمة، ولكنها بالنسبة للخبرة التي تشكلت لدى المصريين وبالذات ضباط المخابرات العامة والمخابرات الحربية وبعض رجال الأمن الوطني باللغة والمفردات التي ينبغي استخدامها لإقناع الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، أصبحت لديها قدرة خاصة في هذا الموضوع وتستطيع أن تمارس أدواراً بأشكال مختلفة، إلى جانب أنها حطت نفسها دايماً أمام معيارين أساسيين، هو العنصر الإنساني الضاغط على شعب غزة نفسه المسالم غير المؤدلج، واعتبارات الآثار والانفجارات الإقليمية الواسعة التي يمكن أن تحدث لو حدث تصعيد أكثر من الذي حدث. وبالتالي كانت مصر إلى جانب هذا مستحضرة أيضا حق الدولة، حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له حل نهائي عادل وشامل ومتساوي مع حق الدولة الفلسطينية الدولة الإسرائيلية. ينبغي أن يكون لدى هذا المفاوض المصري تصورات لنجاح مهمته عندما يكون الأمر على هذا النحو، الجمع ما بين البعد الإنساني والبعد السياسي والخبرات السابقة. لكن طبعا حدثت أثناء المهمة المصرية
أن تعثرت بعض السيناريوهات المصرية التي قدمت إلى الجانب الإسرائيلي بسبب إن إصرارهم على استنفاذ كامل لطاقة الصواريخ الفلسطينية، وهذا لم يتحقق بالكامل ولكنه تحقق في جزء كبير منه، وأصبح الخسارة الفلسطينية في أسلحتها الصاروخية كبيرة جدا، ولكنها لم تعدم مع ذلك احتمال استخدام المتبقي منها في أي عملية أخرى تقوم بها إسرائيل على النحو السابق. تمام، سأعود إليك سعادة السفير لنكمل حديثنا عن هذا الدور المصري تحديدا في هذه الأزمة، وكيف سيكون له انعكاسات أيضا على دوره لاحقا الإقليمي والدولي. دكتور مخيمر، أهلا بك معنا من غزة الليلة. يعني ونحن نتحدث الآن، وفد أمني مصري موجود أيضا في غزة لمتابعة أيضا إرساء هذه التهدئة، وبطبيعة الحال الوفود المصرية توجهت إلى غزة منذ اللحظات الأولى لبدء هذا التصعيد. كيف تقيمون هذه الجهود خلال الأيام الأخيرة والدور أيضا اللي لعبته مصر بين الجانبين لإعادة التهدئة أو لإعادة الهدوء إلى غزة؟ منذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوانى مصر، وتحركت منذ اللحظات الأولى لوقف إطلاق النار وتثبيت تفاهمات التهدئة السابقة بين حماس وبين إسرائيل، ولكن إسرائيل هي من رفض المقترحات المصرية أولا، وهي من ماطل حتى وصلت يعني المواجهات إلى اليوم 11. إسرائيل كانت تراهن، يعني كما قال سعادة السفير من القاهرة، أنه كانت تراهن على أن مع مرور الوقت سوف تستطيع أن تقوم بعمليات قد تضعف قدرات حماس الصاروخية أو تؤدي إلى اغتيال أحد قيادات حماس، ولكن هذا لم يحصل. ولذلك يعني الدور المصري منذ اللحظة الأولى، وهذا الدور المصري بالمناسبة ليس جديدا. يعني دعني أذكر هنا أخت شانتال يعني بأنه مصر لديها علاقات تاريخية مع قطاع غزة. مصر هي من كانت تدير قطاع غزة بين الأعوام 1948 وحتى العام 1967. يعني ثانيا، مصر هي بوابة غزة على العالم الخارجي من خلال معبر رفح، والذي يعني يوفر الحاجات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني. وثالثا، هناك حدود مشتركة تبلغ 14 كيلومتر ما بين مصر وقطاع غزة، وهناك تفاهمات بين حماس ومصر على تأمين هذه الحدود. ولذلك مصر كما قلت يعني دورها ورعايتها لتفاهمات التهدئة ليس جديدا، هي رعت تفاهمات تهدئة سابقة بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل، ومصر مدركة تماما أن يعني أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة سيكون له تداعيات سلبية ليس فقط على الفلسطينيين وإنما على الأمن القومي المصري في سيناء، لأنه أي فوضى قد تحدث في غزة جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وجراء الاعتداءات ستؤدي إلى نزوح الفلسطينيين من مناطق الحرب، وهذا ما حصل. يعني عندما نزح أكثر من 100,000 فلسطيني من المناطق الحدودية الشمالية والشرقية إلى وسط مدينة غزة هروبا من القصف الإسرائيلي الذي طال هذه المناطق، وبالتالي أي استمرار للعمليات العسكرية ممكن أن يعني يكون له تداعيات سلبية على تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولذلك مصر تحركت حماية للشعب الفلسطيني، تحركت لمصلحة الفلسطينيين، وكذلك عينها الأخرى هي على الأمن القومي المصري في سيناء كذلك. تماما، سنعود دكتور مخيمر لنتحدث عن ما المطلوب لجعل هذه التهدئة يعني تهدئة مستدامة. من حيث نستقبل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون معنا أيضا في هذا الحوار. أستاذ داني، إسرائيل عرقلت هذه المساعي أو لم تقبل بها أكثر من مرة طوال الأيام الماضية، هل كان ليتحقق الهدوء أو تتحقق هذه التهدئة ووقف إطلاق النار من دون المساعي المصرية في محاولة من مصر لتقريب الأفرقاء
وحتى لجعل الجميع يتحدث عن القضية نفسها حتى إرساء الهدوء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية؟ بكل تأكيد الهدنة أو وقف إطلاق النار جاء بدعم كبير من مصر. مصر طبعا دورها مهم جدا، ليس فقط من خلال أنها طبعا أكبر دولة عربية، ولكن أيضا بحقيقة أن لديها حدودا. مصر لديها حدودا، غزة كما قال السيد مخيبر من قبل لديهم طبعا ورقة نفوذ على الفلسطينيين، أقصد المصريين. مصر أيضا تتمتع بثقة كل الأطراف ولديها الخبرة على مدى 40 سنة. نحن في إسرائيل كنا دائما على اتصال وثيق مع مصر منذ أن عقدنا اتفاقية السلام معهم. مصر لديها الخبرة للتواصل في كل اتفاقات وقف النار في السابق في غزة، وهم مفاوضون، هناك مفاوضون مصريون موجودون في غزة ويسافرون إلى غزة، وحماس بكل سهولة يمكن أن تذهب إلى القاهرة، وأيضا الإسرائيليون. إذن مصر بكل تأكيد هي التي تتحمل العبء الأكبر والثقل الأكبر في تحقيق وقف إطلاق النار. وكما قلت، فنحن في إسرائيل نحترم مصر كثيرا لدورها في تحقيق السلام في المنطقة. وأود أن أشدد هنا على أنه ليس لدينا أي شيء ضد شعب غزة، بالعكس نحن نتمنى الأحسن لشعب غزة. فكل هذه الصواريخ التي أطلقت من حماس ضدنا، لكننا دائما قدمنا الكهرباء لغزة والمياه، وسمحنا حتى بنقل المساعدات والغذاء، وسنستمر في فعل ذلك. بطبيعة الحال صدقني، اعذرني على المقاطعة، سأعود إلى كل هذه النقاط، وتحديدا إلى مسألة العرقلة التي تمت طوال الأيام الماضية حتى التوصل إلى تهدئة. لكنني أرحب أيضا بالمبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط السيد دينيس روس. أستاذ دينيس، انتظرت حتى أرى الآراء ويعني ردود الفعل على هذه التأدية من الأطراف من القاهرة، من غزة ومن حيفا، حتى أصل إليك وأعلق على آخر المواقف الأمريكية معك. الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن امتنانه أيضا للرئيس المصري وللمسؤولين المصريين لقيامهم بدور كبير في هذه الدبلوماسية. كيف تنظر واشنطن اليوم لما تم تحقيقه لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة خلال الساعات الماضية؟ أعتقد أن إدارة بايدن والرئيس نفسه يفهم بأنه من دون الدور الوسيط المصري فكان هذا الحل ليكون صعبا. الطرفان ربما كان ليتوصل إلى اتفاق، فالاستمرار في هذا كان لن يغير أي شيء، ولكن ينبغي، نحن بحاجة أن يكون هناك واحد هناك، والطرف الوحيد الذي كان يستطيع بكل مصداقية أن يتعامل مع الإسرائيليين، لأن كما قال السيد أيالون فكانت هناك قناة قوية وجيدة بين الإسرائيليين والمصريين، ولكن مصر لديها القدرة أيضا للحديث مع زعماء حماس. إذن الوحيد الذي لديه القدرة للتوسط بين الطرفين هو مصر، وكان واضحا بأن إدارة بايدن لعبت أو وضعت مصداقية كبيرة وثقة كبيرة فيما فعلته مصر، وقدرت أيضا كثيرا الدور المصري، لأنه لو لم تكن مصر فمن ليكون كذلك. يعني حتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن على جهوده في هذه الأزمة سيد دينيس روس، وقال إنه بيشاركوا تركيزه على الدبلوماسية لإدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. السؤال الآن اللي يطرح سيد دينيس، سأتابع معك فيه، إنه وزير الخارجية الأمريكي على ما يبدو أعلن إنه سيتوجه إلى المنطقة في الأيام القليلة المقبلة، هذا ما قالوا في تغريدته، وقال أنه سيلتقي لربما وزير الخارجية الإسرائيلي مسؤولين أيضا إسرائيليين وفلسطينيين وحتى إقليميين آخرين.
سؤالنا هنا، ما المطلوب سيد دانيس لتفادي جولة خامسة من الصراع، من النزاع؟ وهل إدارة الرئيس بايدن قادرة على إرساء تهدئة دائمة من خلال الدفع نحو حل الدولتين؟ الكل يقول أنه هذه التطورات، هذه المواقف الأخيرة ممكن الاستفادة منها للعودة إلى أصل المشكلة بين الجانبين، ما رأيك؟ أعتقد بأن علينا أن نعمل على مجالين وعلى طريقين. الطريق الواحد هو ماذا نفعل في غزة حتى نتعامل مع التطورات الإنسانية وحاجة الإعمار وغيرها. غزة طبعا قد فقرت كثيرا خلال الأيام الأحد عشر الماضية. نحن لا نعرف كثيرا عن حماس، فحماس كانت تقدر صواريخها أكثر من الشعب هناك. أعتقد أن الإدارة ستركز على محاولة وضع آلية ليس فقط لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة وسكان غزة، ولكن حتى يكون هناك جهود لإعادة الإعمار ولتتحقق. ولكن لا يمكن أن يكون هناك دعم واستثمار دولي إذا أبقت حماس أسلحتها وصواريخها وأعادت تصنيعها مرة أخرى، لأن حماس مرة أخرى يمكن أن تفعل ما فعلته الآن ثم تدمر كل ما تم بناؤه. إذن ينبغي أن تكون هناك آلية توفر الدعم المادي، ويكون هناك حضور دولي حتى يراقب ما يدخل ويضمن بأن هذه الأموال وغيرها ستصب في مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، وحتى يعطوا إمدادات لشعب غزة وحتى يخرجوا من هذا الوضع المزري. طبعا هذا بعد، وهناك بعد آخر وهو ما يمكن أن نفعله بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهنا أعتقد أن الأمر معقد أكثر، ولكن هناك احتمال لاستعمال مصر ودول عربية أخرى، وخاصة الدول العربية التي ليس لديها علاقة مع إسرائيل التي لديها علاقة مع إسرائيل حتى يتواصلوا مع إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا ما يمكن أن يكسر الجليد بين الطرفين. طبعا هناك انقسامات الآن كبيرة حتى بين الفلسطينيين، فهناك 11 مصالحة قد حدثت بين حماس وفتح ولم تتحقق كلها. وكيف يمكن أن يكون هناك تقدم حين الفلسطينيون يكونون مقسمين؟ طبعا هذا تحدي. ثم كيف يمكن العمل مع السلطة الفلسطينية حتى تكون قادرة أكثر على التفاوض مع الإسرائيليين، ثم الإسرائيليون يتحدثون معهم؟ أعتقد أن هذا هو الدور الكبير الذي ينتظر الدول العربية. طبعا مصر تلعب، ولكن الدول الأخرى التي تدعم مصر في هذا المجال. أستاذ هاني، استمعت إلى كلام سيد دانيس يتحدث عن أهمية الدور المصري في المرحلة المقبلة، عندما سألته إن كان بإمكان الاستفادة من هذه التطورات الأخيرة لربما لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وحل النزاع بين الجانبين، هل تراهن مصر من خلال قوتها الآن ومن خلال نجاحها في الدبلوماسية، إذا استطعنا أن نقول خلال هذه المرحلة الأخيرة، هل تعول على المرحلة المقبلة؟ هل باستطاعتها تأمين الضمانات اللي أشار إليها السيد دانيس في مداخلته؟ إذا كان السؤال لي أنا؟ نعم أستاذ هاني، في القاهرة، هاني خلف؟ نعم. أنا أظن أن الاستحقاقات القادمة، استحقاقات مصر القادمة ودورها القادم سيكون مركزا أولا على تثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها دون اتفاق ملزم، دون اتفاق قانوني، دون صياغة مكتوبة. الاتفاق الذي أخذته مصر حتى الآن كان اتفاقا شفويا التزمت به الجانب الفلسطيني، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يعلن التزامه بأي شيء، ولكنه التزم شفويا وأدبيا أمام مصر بتحقيق الهدنة ابتداء من الساعة الثانية صباح اليوم. ولكن السؤال الثاني، تثبيت الهدنة ويعقبه إيه؟ الشيء اللي احنا نتوقعه دور دولي في تغيير أنماط الحركة لدى كثير من عناصر المقاومة الفلسطينية التي تحمل السلاح والتي تؤجج بعض المشكلات لنا في سيناء أو
إسرائيليين. يمكن أن يستفاد بالطرح الذي طرحته بعض المصادر الألمانية أو بعض مصادر الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد للاستماع أو للحوار مع حركة حماس أو الحركات الإسلامية المؤدلجة في الضفة الغربية وغزة، وإدخالهم ضمن فريق التفاوض الفلسطيني الشامل الكامل. هذا خطوة مهمة ينبغي أن تدرسها مصر أولا من حيث توحيد الفصائل والقوى الفلسطينية، ومن حيث الدور الذي يمكن أن يحققه هذه الخطوة في سبيل تقوية الطرح المصري أو الطرح الدولي الشرعي عن بناء دولة فلسطينية متساوية السيادة مع دولة إسرائيل القائمة. لابد أن يكون لدينا الآن تطلع إلى مرحلة إحياء الجو السياسي الذي يعيد تاني طرح فكرة الدولتين. ولا نستبعد حاليا ما يطرحه البعض من بعض الطروحات الانهزامية التي تقول لا محل للدولتين، وإنما دولة واحدة تدار بعنصرين عربي ويهودي وإسرائيلي وغيره. نحن نرى أن الحل الشرعي والأساسي الذي تقوم عليه دبلوماسيتنا المصرية منذ فترة طويلة هو حل دولتين، إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة متساوية في السيادة مع إسرائيل، ويكون عاصمتها القدس الشرقية. ثلاثة، إذا كان هناك فرصة أخرى للعمل المصري القادم في المراحل القادمة فسيكون البدء في تجميع الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة. عظيم. إنما هل يتم إعادة الإعمار قبل تثبيت الهدنة ولا لا؟ سعادة السفير، سأعود إلى هذه النقطة المهمة أيضا خلال حوارنا، لكن أستفيد من وجود سيد دينيس روس معنا قبل ما يغادر هذا الحوار حتى أسأله عن مسألة حل الدولتين، ما تطرقت إليها الآن سعادة السفير. سيد دينيس، لم يكن الرئيس بايدن في بداية يعني طريقه يتحدث عن هذه القضية، لم يضعها على سلم أولوياته. هل تراجع إدارة الرئيس بايدن أولوياتها بعد التطورات؟ هل تراجع أولوياتها في المنطقة؟ هل تعيد هذه القضية يعني لربما إلى وضعها الأساسي أو إلى أين يجب أن تكون حتى تحل وحتى أيضا تعود أو يعود الهدوء إلى المنطقة مجددا من خلالها؟ Look, I think the أعتقد أن الاهتمام الأمريكي في السياسة الخارجية سيكون في المحيط الهادي والهندي، فهناك تنافس كبير مع الصين، ولكن أحد الأشياء التي فهمتها الإدارة هي أنه إذا لم نهتم كثيرا بالشرق الأوسط وبهذه القضية خصوصا فهذا طبعا سيبتلعنا. وطبعا أنا عملت في وزارة الخارجية، يمكن تجاهل الشرق الأوسط ولكن الشرق الأوسط لن يتجاهل لنا. هذا ما تعلمته. ورئيس الوزراء نتنياهو كان رئيس الوزراء لستة مرات، فلديه أيضا خبرة في التعامل مع هذه القضية. حتى ولو لم تكن هذه القضية أولوية كبرى، ولكن ينبغي أن يولوها أهمية وأن يقرروا أشخاصا يهتموا بها وعلى المستوى الرفيع حتى يتعاملوا مع هذه القضايا، لأنه إذا لم نهتم بها فستكون مثل هذه الأحداث العنيفة، ثم ستكون هناك خيارات أقل. وإذا أعتقد بأن الإدارة ستبذل جهودا، لا أعتقد بأن هذا سيغير الأولويات ومصلحة القوم الأمريكي. لكن على ما سيد دينيس ستصب هذه الجهود؟ يعني قبل قليل استمعنا إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أنه بايدن وضع هدفا منذ البداية، منذ بداية هذا التصعيد، وهو السعي لوقفه وأن لا يطول كما حدث عام 2014، وكأنه الرئيس بايدن لا يريد تكرار السيناريوهات السابقة، ولابد من اتخاذ قرارات لعدم أيضا الذهاب إلى لربما جولة تصعيد جديدة بعد سنوات قليلة. أولا من الجانب الإنساني، عود فقط إلى 2014، كان هناك 3000 فلسطيني قتلوا، أما هذه المرة
نحن نتحدث عن حوالي 250 أو 260. إذن على الجانب الإنساني حاول هو أن يحد هذه الأرقام. أعتقد بأن هذا كان سبباً إنسانياً وقلقاً إنسانياً، ولكن أعتقد بأن هناك إدراكاً بأنه إذا أردنا أن نجد طريقة لخلق الاستقرار وبناء قاعدة لإنتاج تحرك لحل الدولتين، فلا يمكن أن تتحقق الدولتان قريباً، ولكن علينا أن نقي الخيارات لنصل إلى حل الدولتين، لأن الدولة الوحيدة ستكون مثل الوصفة لنزاعات دائمة. و طبعا هناك مثلا الدول الأخرى المتصارعة مع نفسها أو تكون دولة مشلولة إذا كانت دولة واحدة، هذا لن يصب في مصلحة الإسرائيليين ولا الفلسطينيين. إذن شعبان في دولتين هو الحل الأفضل، لأن هناك شعبين، وهذا سيؤدي إلى سلام شامل. إذن أعتقد بأن الإدارة وأهدافها تبقى هي كيف نصل إلى حل الدولتين، وماذا ينبغي أن نفعل الآن لاستقرار الأوضاع، وما نفعله الآن أيضا لسد الحاجيات المشروعة لشعب غزة، وماذا نفعل الآن لإقامة احتمالات حتى يكون هناك سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. طبعا هذا كله قضى. يعني للأسف السيد دينيس روس مضطر لمغادرتنا في هذا الحوار. نحن نشكر مشاركتك معنا. المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط دينيس روس حدثنا الليلة من واشنطن. شكرا جزيلا على المشاركة. مشاهدينا، سأتابع الحوار مع ضيوفي من القاهرة، من غزة ومن حيفا، وسأتوجه بسؤال للدكتور مخيمر أبو سعد. دكتور مخيمر، استمعت إلى كلام دينيس روس من واشنطن يؤكد أنه الحل لا يمكن إلا عبر حل الدولتين، يعني شعبان في دولتين كما قال. الأهم الآن كما ذكر أيضا سعادة السفير هاني خلاف، الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، والتمسك أيضا بما أنتجته الجهود الأخيرة لإرساء الاستقرار. ما الذي يجعل بتقديركم هذه التهدئة دائمة، وما الضمانات الضرورية؟ يعني حضرتك تحدثنا من غزة، والبعض خائف على أيضا ما يمكن أن ينتج عن الفصائل في الداخل الغزاوي. أنا من وجهة نظري يعني يجب أن يكون هناك مسارين. المسار الأول هو تثبيت وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى مربع التصعيد من جديد، خاصة وأننا نشهد جولات تصعيد متكررة منذ العام 2008-2009 عندما قامت إسرائيل بالاعتداء العسكري الأول على قطاع غزة، وشهدنا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة كذلك جولات تصعيد كانت تدوم لمدة يومين أو ثلاثة أيام. ولذلك الوضع الأمني هو وضع هش، شهدنا جولات كثيرة من الصراع، جولات كثيرة من الاعتداءات، وهذا بحاجة بعتقد إلى متابعة الراعي المصري التي رعت اتفاق التهدئة الأخير. وأنا بعتقد أنه من أجل تثبيت وقف إطلاق النار لابد من إنشاء لجان متابعة أو لجان مراقبة تراقب مدى التزام الطرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني، بتفاهمات التهدئة. يعني الصراع الأخير تفجر بسبب استفزازات إسرائيل في حي الشيخ جراح ومحاولة إخلاء الفلسطينيين، وكذلك الاقتحامات المتكررة لليمين المتطرف في إسرائيل لباحات المسجد الأقصى. هذه المسألة بحاجة إلى متابعة ومراقبة حتى لا يحدث الانفجار مرة أخرى. ونفس الشيء طبعا ينطبق على الفلسطينيين، لابد كذلك من إلزام الفصائل الفلسطينية بالتوقف عن يعني إطلاق القذائف الصاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية من أجل تثبيت اتفاق التهدئة. لكن على المسار الثاني وهذا الأهم من وجهة نظري، يجب أن يكون هناك مسار سياسي دبلوماسي بعودة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين. لا يكفي أن نقول بأنه أمريكا تدعم حل الدولتين والاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين والمجتمع الدولي يدعم حل الدولتين، ولكن ما الفائدة؟ نتنياهو يتنكر لحل الدولتين. نتنياهو قال في أكثر مناسبة أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية ما دام هو رئيسا للوزراء، وبدلا من أن يسهل قيام دولة فلسطينية
يعمل نتنياهو على تسمين وتوسيع المستوطنات وعلى ضم أجزاء من الضفة الغربية. ولذلك المشكلة تكمن عند نتنياهو الذي حكم أطول فترة رئيس وزراء في إسرائيل. نعم. هو يحكم منذ العام 2009 وحتى الآن، وهو حكم قبل ذلك. ولذلك سياسات نتنياهو، سياساته السياسات الاستيطان والضم والسياسات التمييز العنصري التي تحدثت عنها هيومان رايتس ووتش مؤخرا، هي السبب في تفجر الصراع بين الحين والآخر. مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالقانون الدولي، بقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وما دون ذلك سنجد أنفسنا في مربع جولة جديدة من الصراع بعد عدة أشهر أو سنوات. صدقني الدكتور مخيمر يعني يقول إنه المشكلة تكمن في سياسات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو الذي قال بطبيعة الحال قبل ساعات إنه هذا التصعيد أو هذه العملية الأخيرة على غزة حققت أهدافها، وبعد كل جولة يقال الكلام نفسه. ما الذي يضمن عدم تكرار جولة خامسة؟ والسؤال الأكبر، هل حقق نتنياهو ما أرادوا من هذا التصعيد الأخير، أهدافه السياسية؟ أود أن أقول بأن أفضل شيء لضمان الاستقرار في غزة والسلام لجميع الشعب في غزة وإسرائيل هو بأن يتم نزع سلاح حماس. حماس تعتبر منظمة إرهابية ليس فقط من قبل إسرائيل، ولكن أيضا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول في العالم. علينا أن نتذكر حماس سيطرت بانقلاب عسكري في 2006 وفي 2005 عفوا. إسرائيل طبعا في 2005 إسرائيل غادرت غزة وأعطت غزة للفلسطينيين بأملا بأن هذا سيغير ديناميكية النزاع ويمكن أن نعمل معا للبناء معا ولبناء الثقة والعيش معا. ولكن للأسف حماس طبعا سلحت نفسها إلى الأسنان أو إلى من خلال الصواريخ وأطلقتها على المدنيين. حماس ترتكب جريمتي حرب، إنها تستهدف المدنيين فقط في إسرائيل وتستعمل المدنيين في غزة كدروع بشرية. ولهذا سقط هؤلاء الضحايا في غزة وفي إسرائيل، والضحايا كلهم دماء الضحايا في أيدي حماس. وأنا متأكد بأن صديقي المصري يعلم بأن لديهم طبعا رابطة قوية وروابط قوية مع حماس، أقصد لها روابط مع الجماعات الإرهابية في سيناء. أعذرني على المقاطعة صدقني، لكن قبل ما ينتهي الوقت لم تجبني على سؤالي. يعني سألتك عن نتنياهو بالذات، عن رئيس الوزراء وما صرح به قبل ساعات، وعن سياساته المستمرة على سنوات، على مدى سنوات طويلة. هل نتنياهو يعني حقق مبتغاه من هذا التصعيد، وما الذي ينتظر مستقبله السياسي؟ أود أن أقول حسناً بأنه سيحقق السلام بعد هذه الجولة، ولا نعرف إلى متى ستدوم هذه الهدنة، إذا حماس طبعاً أطلقت صواريخ أو لم تطلق. ولكن سياسياً أنا لست متأكداً بأن نتنياهو سيبقى كرئيس للوزراء. فلدينا حكومة أو لدينا نظام سياسي غير فعال، وكان هناك 4 انتخابات خلال سنتين، ولحد الساعة لا يمين ولا يسار يستطيع تشكيل حكومة جديدة. إذن الآن نتنياهو هو رئيس الوزراء لفترة انتقالية أو لحكومة انتقالية. لا أعرف ما إذا كان أي طرف يمكن أن يشكل حكومة، وهذا يعني بأننا ربما
ربما سندخل أو ستكون هناك انتخابات خامسة، ولكن هناك شيء أود أن أقوله بشأن حل الدولتين أو الشعبين للدولتين. هذا كان سياسة إسرائيل منذ اتفاقية أسلو في 1993، وكان هناك عروض لعرفات في كامب ديفيد في 2000، ولسيد أبو مازن في أنابوليس في 2008، وأيضا أثناء حكم إدارة أوباما، ولكن الفلسطينيون رفضوا. وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، إنها ليست السلطة الفلسطينية. حماس حتى لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود. إذن بكل تأكيد لا نستطيع أن نتحدث مع حماس عن أي شيء. إذا وافقت حماس على القوانين وبالرباعية الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إذا اعترفت حماس بإسرائيل ونزعت سلاحها، يمكن أن نتحدث معها بشأن حل الدولتين. بطبيعة الحال سأعود مع سعادة السفير من حيث بدأت هذا الحوار، وتحديدا مسألة ما ينتظر قطاع غزة والجهود المصرية. أستاذ هاني، قبل ما ينتهي وقتنا، أشرت قبل قليل إلى أن مصر تهدف بشكل أساسي في هذه المرحلة إلى تثبيت الهدنة، وبالتالي كلنا تابع المبادرة اللي أطلقها الرئيس المصري من باريس بالتحديد بعد لقاء الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، تخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وبالتالي هذه مرحلة أساسية بالنسبة لمصر وأيضا للقطاع. من سيتحمل مسؤولية إعادة إعمار القطاع، وكم سيتطلب ذلك وقتا؟ أعتقد أنه التمويل يمكن توفيره عن طريق الأطراف العربية القادرة ماليا، وينبغي أن يذكر المرء هنا الدور القطري الذي ساعد كثيرا في إنجاز الهدنة، إلى جانب الدور المصري العملي الذي قامت به الوفود المصرية. ولكن الدور القطري كان له بعض التأثير على بعض قيادات حماس، والتي يمكنها أن تتلقى مباشرة دعما قطريا ماليا يساعد في عملية إعادة التعمير أو إنشاء مستشفيات عاجلة أو غيره. ولكنه الدور القطري لا يستطيع أن يحل محل الدور المصري في عملية إعادة الإعمار بالمفهوم الواسع، بمعنى مش مجرد رفع أنقاض، إنما تخطيط لمحطات كهرباء وتخطيط لمحطات وقود لمولدات للكهرباء ومحطات لمياه الشرب وتحلية المية والمطارات وغيرها التي تأثرت بفعل الحرب. هذه قدرات فنية تستطيع مصر أن تتصدى لها بخبرائها. ولكن أيضا حيكون في مطلوب من الجامعة العربية دور في هذا الشأن، إنها تمارس بعض التخصصات التي قد تحتاج إليها مصر في بعض الأحيان. أنا في تصوري أيضا أن الجزء الخاص بالطرح السياسي اللي حضرتك كنت بتطرحيه على الضيف الإسرائيلي، أعتقد مهم جدا أن احنا نتذكر أنه إذا أمكن للألمان أو لبعض المتحدثين باسم الاتحاد الأوروبي أن يشيروا جرأة وعلانية عن استعدادهم للتعامل مع حركة حماس، نعم، ابتداء من الآن وصاعدا، فهذا معناه أنهم حيبتدوا يبحثوا كيفية تقويم سلوك حماس وجهاد، نعم، وكافة العناصر الإسلامية المتشددة في غزة. ويمكننا نحن أن نساعد في بعض المراحل في هذا الشأن. واضح. إذا كان لديهم استعداد جاد لتطويع الدور الحماسي الحمساوي أو الجهادي، فنستطيع أن نبارك هذا المسعى، وكلنا شكرا من أجل أن يبقى الفلسطينيون جميعا على قدم واحدة، ويعني
عند قيادة واحدة. يعني للأسف سعادة السفير انتهى وقت هذا الحوار، لكن علمانية. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لمساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون العربية هاني خلاف من القاهرة. الشكر موصول لضيفنا من غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة الدكتور مخيمر أبو سعدة، وشكرنا لضيفنا من حيفا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيلون.